أهلا وسهلا بكم مرة أخرى في استديو جريدة أصوات. بمناسبة حلول عيد المرأة نستضيف اليوم مرأة مناضلة في زمن كورونا. بشرى، مرحبا بك اليوم معنا على جريدة أصوات. ممكن تعرفين على راسك أكثر؟ شكرا لكم للاستضافة، شكرا لك الأخت منال. أنا بشرى، امرأة مغربية صاحبة قناة المعروفة بشرى شانيل، للمحتوى ديالها بطبيعة الحال الطبخ كما معروف على أي امرأة مغربية. كيف كانت البداية ديالك وكيف جاتك الفكرة؟ دونك بالنسبه للبدايه ديالي، صراحه انا ما كنتش دايره انني غادي ندير واحد لاشين اللي غادي نخدم عليها وهذا. دونك البدايه كانت غير صدفه، وكان اللي كان شجعني اكثر هو الزوج ديالي اللي طرح عليا الفكره. قال لي بان بحيث انك ديجا ديما كديري كتطيبي كديري شيوات كديري الحلوه، علاش ما تصوريش وما ديريش واحد القناه اللي يستافدوا معاك الناس؟ وان شاء الله علاش لا، علاش لا ما توليش من القنوات المليونيه. دونك هو اللي كان لي تشجيع، وبالنسبه للام ديالي حتى هي كانت شجعتني بزاف 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 على القناه. واش من ناحيه الربح المادي او عندك رساله للمراه بالنسبه للربح المادي؟ راه كما كنعرفوا بالنسبه للقناه اليوتيوب في الاول ديالها راه ما كيكونش ربح مادي، يعني معروفه هذه القضيه. انا الفكره اللي جاتني انني شي حاجه بغيت كاع دوك الحوايج اللي كندير واللي كنتفنن فيهم في الدار بغيت نشاركهم مع الناس هكا يستافدوا معايا ويبقاو لي انا تانا، يبقاو لي هكا، يبقاو لي في اليوتيوب ديما نبقى نشوفهم. عرفنا المصادر الموثوقه بانك بديتي في لاشين ديالك يوتيوب فتره ديال الحجر الصحي، واش لقيت اقبال؟ الحمد لله، البدايات كانت في الحجر الصحي والحمد لله كان اقبال، حيت طلعوا عدد مشاركين في البدايه. انا ما كنت متوقعه كاع انني غادي يطلعوا لي في البدايه هكاك، الحمد لله الحمد لله. الا بغينا نقولوا هنا بشرى، كيف كتوازن بين العمل ديالها ولاشين ديالها ديال اليوتيوب؟ دونك كما كتعرفوا باللي قناه في اليوتيوب باش تجيريها وباش تصور بوحدك وتمونطي بوحدك وتقاد يعني مسائل بوحدك، يعني كل شيء بوحدك، كاين شي واحد لا يعني. بوحديتي انا كنصور كنطيب كنقاد، يعني كل شيء بوحديتي. المراه المغربيه راه تبارك الله، راه ما شاء الله، شابو للمغربيات الحرات اللي هكا يعني اللي بغيت نقول بانني ما كتجي بعض المرات انك بحال تنقولوا تديري بوز، ولكن من بعد راه ملي كتشوفي واحد الفيديو لقى واحد الاقبال وكتشوفي بان الناس يوصلوا هذا راه كتحمسي، واخا العمل والوليدات والدار، ولكن ضروري كل حاجه في بلاصتها. عرفنا بانك مرتي واحد الفتره الصحه ديال كورونا، كيفاش مرتي في هذه الفتره الزمن؟ صراحه ديك المرحله ديال كورونا دازت بوحديتها بحيث تقاسيت بكوفيد ونست في لوبيتال دوزت حتى الانعاش، ولكن الحمد لله دازت. بالعكس قواتني هذيك الفتره، وقفوا معايا الناس. صراحه كانت فتره صعيبه شويه بحيث جاتني الفوبيا، ما بقيتش كنخرج من الدار، ولكن الحمد لله تجاوزت الحمد لله. واش نقدروا نقولوا بان الفيروس كورونا هو يكون سبب النجاح ديال بشرى؟ بطبيعه الحال كورونا دوزات عليا في الاول، من بعد كيرجع لها الفضل بزاف. انا من بعد ملي ما تشافيت وجيت للدار ديالي كنت كان عندي تخوف انني نخرج على برا لمده شهرين، انا سد علي. وهذيك الوقيته بديت كنصور، بديت في الفيديو بحكم انا لاشين راه كانت قبل، مي ديك الوقيته اللي بديت الخدمه ديال بصح. نقدروا نقولوا حنا موجوده شي شهيوات زوينين رمضان؟ موجودين. مرحبا بكم. كاينين دي فيديو ان شاء الله، كاينين ان شاء الله، موجود الخير تبارك الله، راه كلشي كيعرف يطيب، غير كيبقى داك البارطاج والطريقه ديال هذا اللي كل منطقه راه معروفه شنو كدير واشنو. شنو الرساله اللي تبغي توجهها للمراه المغربيه؟ بالنسبه للرساله اللي بغي نوجهها لكل مراه، سواء كانت في الدار، سواء خدامه، مزوجه، مازال، غير توكلي على الله وربي راه كيسر. يعني واخا تكوني خدامه
الا كتبغي شي حاجه ماشي بالضروره تكون طاب، يقدر يكون الراس، يقدر يكون المهم شي حاجه عندك انت سبيسيال ولا شي حاجه كديريها متمكنه منها، علاش لا ما ديريش واحد لاشين تخدمي عليها وتبارطاجي هذاك المحتوى ديالك مع الناس، وهكا راه يستافدوا الناس وتنتي ان شاء الله تستافد. كلمه اخيره لك لجريده اصوات. انا كنحيي من هذا المنبر جريده ديال الاصوات، وكنشكركم على الاستضافه ديالكم صراحه، وشكرا للطاقم الفني كامل ديال الاصوات كله، بما فيه انتي الاخت منال، بما فيه الناس التقنيين. بارك الله فيك. عارفه اللي كاين. شكرا لك، شكرا لك بزاف بزاف، شكرا على الاستضافه ديالكم للقناه البشرى شانيل. شكرا لكم.